الشهيدة فبرونيا السورية. فيرونيا ولدت هذه القديسة في بلاد الشام في القرن الثامن الميلادي. كانت محبة لله ولكنيسته، سلكت مسلك التقوى والقداسة، الأمر الذي أحياها في السيرة الملائكية عازفة عن الزواج، مفضلة حياة الرهبنة، فترهبنت بأحد أديرة أخميم للراهبات. وحين هجم الغزاة على دير الراهبات، أمسكوا بهذه العذراء الجميلة وقدموها هدية لقائدهم. ولما رآها القائد انبهر بجمالها وأرادها له. فقالت له: تمهل علي قليلا، لأن بيدي مهنة تعلمتها من العذارة، ولا تصلح لعملها إلا عذراء، وإلا فلا نفع لها. فقال لها: وما هي؟ قالت له: هي دهن، إذا دهن به إنسان فلن يؤثر فيه لا سيف ولا أي نوع من الأسلحة البتة، وأنت محتاج إلى ذلك لأنك في كل وقت تخرج للحرب. فقال لها: كيف أتحقق من ذلك؟ فأخذت زيتا ووجهت إليه الكلام قائلة: ادهن رقبتك واعطني السيف كي أضربك به. فقال لها: بل ادهني أنت رقبتك أولا وأنا أضرب بالسيف. فأجابته إلى ذلك ببشاشة وأسرعت فدهنت رقبتها وقالت: اضرب بكل قوتك. فاستل سيفه وكان ماضيا جدا، ومدت العذراء رقبتها وضرب بكل قوته، فتدحرج رأسها على الأرض، وهكذا رضيت أن تموت بالسيف على أن تدنس بتولتها. فحزن ذلك القائد جدا وبكى إذ قتل مثل هذه الصورة الحسنة، وعرف أنها خدعته لتفلت من الدنس وفعل الخطيئة. إنها القديسة السورية فبرونيا.